اهلا بحضراتكم مره تانية في اخر النهار، وحلقه استثنائيه وخاصه جدا مع استاذ عادل حموده. دايما بيكون من الحاجات الصعبه على المذيع ان هو يكون ضيفه استاذه، فبيبقى حاسس انه مش بس بيحاور حد، لا بيحاور حد وخايف من رد فعله او خايف من تعليقاته او مستني هيقول ايه على اللي بيحصل. صباح الخير او مساء الخير يا استاذ عادل. اهلا بيك يا ساره، اهلا بيك. عايزه ابدا مع حضرتك بالكليب اللي احنا كنا بنتفرج عليه دلوقتي، وهو عن رؤساء مصر. وحضرتك بتسترجعه دلوقتي، ايه الخاطر اللي كان بيعدي على ذهنك قبل ما يعني ما نتناوله بالتفصيل؟ والله كان الخاطر الحقيقي ان انت بتشوفي نماذج من نماذج إنسانية، سواء كانت بتتغير بعد أو قبل الحكم يعني، وأيضا بتشوفي أنه تكاد تكون هناك متشابهات بين الأطراف نفسها، يعني ممكن تبقى في اختلافات شخصية بين مبارك والسادات وعبد الناصر، ولكن في سمة للحكم في مصر على فكرة تكاد تكون ثابتة أو متشابهة يعني فيهم كلهم بالرغم من الاختلافات يعني الشخصية. تقريبا يعني رغم الاختلافات، إن لأنه الحكم ما بيقومش على أشخاص بس حتى وإن كان الشخص مؤثر في مصر، ولكن بيقوم على توازنات قوة. منهم على سبيل المثال قوة المؤسسة العسكرية في خلق التوازنات اللي معظم حكام مصر جم تقريبا منها من بعد سنة 52 فيما عدا محمد مرسي الذي جاء من جماعة الإخوان المسلمين.